صباح الخير متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم الخميس تبقى الأجواء حارة نسبيا في عموم المناطق، وإن شاء الله ليلا تكون الأجواء ربيعية لطيفة بإذن الله. أما عن درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة عمان، بتسجل 30 مئوية وأجواء صافية ومشمسة، نسبة الرطوبة 66% وسرعة الرياح 24 كيلومتر في الساعة. نصار درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في عموم المناطق، نبدأها شمالا وإربد نهارا بتسجل 32 ليلا 19، المفرق بين 33 و 18، جرش بين 33 و 20، وعجلون بين 31 و 18 درجة مئوية وأجواء صافية ومشمسة. المناطق الوسطى مع العاصمة عمان بتسجل 30 نهارا 19 ليلا، البلقاء بين 30 و 20، الزرقاء بين 33 و 21، مادبة بين 31 و 18، أجواء صافية ومشمسة، البحر الميت بين 37 و 27 درجة مئوية وأجواء حارة جدا. المناطق الجنوبية، الكرك بتسجل نهارا 30 ليلا 18، الطفيلة بين 29 و 18، الشوبك بين 27 و 16، معان بين 32 و 19، العقبة أجواء حارة جدا 40 نهارا وتنخفض ليلا إلى 28 درجة مئوية إن شاء الله. أخيرا مع المناطق الشرقية، الرويشد 39 نهارا 20 ليلا، الصفاو بين 27 و 20 ليلا، الأزرق بين 37 نهارا و 21 درجة مئوية بتسجلها ليلا وأجواء حارة جدا في ساعات النهار بإذن الله. متابعينا ما تنسوا تتابعوا باقي تفاصيل نشرات طقس العرب. إلى هنا، إلى اللقاء.